ساتتم بالله تم استهداف مستشفى جراح الكفرتخاريم غارتين جويات طلب طيران حرب الروسي ادت الى خروج المستشفى جراح الكفرتخاريم عن الخدمه بالياته وكان في اصابات بالكادر الطبي تم الاستهداف بعد ما كان من الجرحى للمستشفى جراح الكفرتخاريم من قريه الدويله I'm going to watch it. I'm going to watch it.